وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. ضيفي الكريم، بعد التحية، في نهاية زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر والتي استمرت يومين وشهدت العديد من المباحثات والمناقشات والتوافق حول العديد أيضا من الملفات، كيف تابعت هذه الزيارة؟ بكل تأكيد زيارة في توقيت شديد الأهمية قبيل انعقاد القمة العربية، كان التشاور هاما وضروريا بين مصر والجزائر بوصفهما ركيزتين للعمل العربي المشترك، وفي ظل أوضاع تتعرض فيها المنطقة لضغوط دولية وتدخلات إقليمية نعلمها جميعا من بعض القوى الإقليمية تستلزم تماسك الجبهة العربية، ومصر والجزائر في مقدمة الدول التي تستطيع أن تواجه وتسعى من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة. سواء كنا نتحدث عن ليبيا، فمصر والجزائر دولتي جوار، أمنهما القومي مرتبط بأمن واستقرار ليبيا، وما أكد عليه الرئيسان اليوم في مباحثتهما وبيانهما الصحفي ومؤتمرهما الصحفي المشترك، خروج القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة والإرهابية من الساحة الليبية حتى يتفرغ أبناء الشعب الليبي لإقامة دولتهم وانتخاباتهم بالشكل الذي يتفق مع الصالح الوطني الليبي بعيدا عن التدخلات. إسناد الموقف التونسي والسوداني وبحث الأوضاع في سوريا وعودتها للانضمام للجامعة العربية وحضور القمة العربية القادمة وفقا لما هو مطلوب على الساحة العربية من تشاورات، مصر بتلعب دور هام جدا في المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الجزائر تسعى خلال المرحلة القادمة في استضافة حوار فلسطيني يقود لمصالحة وطنية، لمصر خبرة واسعة فيها. كلا الدولتين أيضا يتعرض لملف الإرهاب، وهناك ارتباط بين انتشار الإرهاب وتوغله في إقليم الساحل والصحراء والأمن القومي الجزائري والمصري، وبالتالي دعم تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والعسكرية كفيل بمواجهة هذا الخطر الذي يحدق بنا جميعا. كذلك الأوضاع العربية في مجملها تحتاج لدعم ومساندة من العواصم العربية الكبرى. أنا أتصور الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والأشقاء في الخليج يستطيعون معا من خلال قمة الأمل القادمة الخروج بموقف عربي موحد ضد التحديات والمخاطر. العلاقات الثنائية نتصور أيضا من الملفات الهامة، وكذلك ملف سد النهضة كان حاضرا، يعني بحكم أن للجزائر اتصالات إفريقية هامة، وكذلك مصر تقدم رؤية عادلة لإدارة ملف المياه بشكل يحمي مصالح الأطراف الثلاثة، وما أكد عليه الرئيسين التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للأطراف بما يقود لأمن واستقرار المنطقة. نعم، السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.